जबुल आठवा बाब पीर वाले दिन ये बाब पढ़ना होता है और ये दलाल शरीफ का आखिरी बाब है अल्हस आला मुहमदाहिदाद صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد صلاة تنجين بها من حر جهنم وبئس المهاد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامه من الشفاعه رضاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الاصيل السيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التاويل وجاءه الامين جبريل عليه السلام بالكرامه والتفضيل واسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن اعلى الملكوت واراه سناء الجبروت ونظر الى قدره الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاه مقرونه بالجمال والحسن والكمال والخير والافضال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد الاقطار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل الصحارى والكفار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار. واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار. انك انت العزيز <سؤال> الغفار <سؤال> وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين <سؤال> وذريته المباركين <سؤال> وصحابته الاكرمين وازواجه امهات المؤمنين صلاه موصوله تتردد الى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى انعامه واحسانه نسالك بك ولا نسالك باحد غيرك ان تطلق السنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الاعمال وتجعلنا من الامنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزه والجلال اسالك يا نور النور قبل الازمنه والدهور انت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة فباسمك المخزون المقنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك فالسباع والهبام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك رب ما أعظم شانك وأرفع مكانك أنت ربي يا متكدسا في جبروته إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم اني اسالك فاني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا هو يا من لا هو الا هو يا من لا اله الا هو يا ازلي يا ابدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي الكيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائك بيدك نواصيهم اليك فانت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر اذا شئت منهم فاسالك اللهم ان تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وان تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبه فيما عندك والامن والعافيه واعتف علينا بالرحمه والبركه منك والهمنا الصواب والحكمه فنسالك اللهم علم الخائفين. وانابه المخبتين واخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبه الصديقين ونسالك اللهم بنور وجهك الذي ملا اركان عرشك ان تزرع في قلبي معرفتك حتى اعرفك حق معرفتك كما ينبغي ان تعرف به وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.

صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم